هذه هاي ثقوب موجودة في جدار مبنى مدرسة الفرير. الفرير هاي ثقوب وهاي ثقوب زي ما شايفين هون تم إطلاق لأنه هذا هون كان الجيش الأردني الفايلح الأردني هون وبعدين هون هون كانوا الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي كانوا من الناحية الثانية فكان في إطلاق نار حتى الناحية هذيك موجودة على المبنى في فتحات ففتحات ثقوب على الجدار دار الجندي مرت من هنا ففي عندك مخطوط هاي الجندي هون دار الجندي مرت من هنا أيوة. عائلة الجندي هون باستمرار موجودة على هاي موجودة موثقة هاي موثقة عالمية موثقنا لك والله أنا حابة أصورها نقوش موثقة على سور القدس طب جيبي هاتي نسوي لك عائلة خلف لا ما لازم نوثق لك اياها جيب لك تعرف قديش لها هاي يمكن لها 30-35 سنة مين اللي حط يعني مين واحد مشاغب انا حبيت افرجيكم لا كويس موثقة هاي هاي منطقة تاريخية جميلة جدا هون في منطقة بلدية القدس الإسرائيلية الناحية الثانية من جدار القدس شايف الشارع هذا أيوه. هذا اقدم شوارع القدس الغربيه اسمه شارع يافا هي من هون بدا هذه العمارات هذه ابنيه قديمه ابنيه فلسطينيه قديمه أبني لكن هلا بعيش فيها مخينا مسيطر عليها اي حي كان اسمه الحي هذا كان شارع يافا لا الحي قدس شارع يافا شارع يافا اسمه شارع يافا بيبدا من هون وبنتهي لعند دير ياسين شارع يافا هذا كان الطريق اللي يجيب من عند قرى دير ياسين ولفته هذا يمشي من هذا الطريق ما كانش هيك طبعا زرقت الا انه كان هذا الشارع وكله دكاكين محلات تجاريه كبيره يعني تقول محلات غاليه القيمه كانت بهذيك الوقت نعم. هلا كيف بنقول احنا مثلا ايش الشوارع بدبي المهمه للتجاره شارع الشيخ زايد مثلا زي هيك هذا كان بالنسبه نعم.